وقفة عرفان وتقدير وتجديد عهد للذين أسسوا الهلال الأحمر الجزائري. اليوم هذه الوقفة إحياء ذكرى تاريخية مش للإنسانية فحسب، للجزائر فحسب، وإنما للإنسانية جمعاء. من فيفريال اليومنا هذا لم نتوقف، والعملية المقبلة يوم الاثنين إن شاء الله في قافلة ل 48 ولاية باش نواصل هذا العمل، مواد تعقيم ومواد غذائية. نداء وجهه رئيس الهلال الأحمر الصحراوي باش ننظم عن قريب اجتماع تنسيقي بين هذا كل الشركاء متاع الهيئات الإنسانية الأممية والمنظمات الدولية الإنسانية والصليب الأحمر الإسباني والهلال الأحمر الصحراوي والهلال الأحمر الجزائري باش نقيم الوضعية الإنسانية للاجئين الصحراويين في ظل هذه الأزمة الصحية والأمنية اللي راهم عايشينها.